متابعينا، نرحب بكم من جديد في الحديث حول بعض المعلومات الخاصة بفيروس كورونا أو كوفيد 19 كاسم علمي خاص بهذا الفيروس الذي بدأ في وقت سابق من نهاية العام الماضي في الصين، في حين تم احتواء هذا الفيروس بالصين خلال أيامنا الحالية، وامتد هذا الفيروس إلى باقي أنحاء العالم، حيث تعتبر حاليا القارة الأوروبية تحديدا إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، ألمانيا بؤر انتشار وعدوى سريعة كبيرة في هذه المناطق حتى الآن. نلاحظ معكم من خلال هذه الصورة ما علاقة الفيروس كورونا أو كوفيد 19 بارتفاع درجات حرارة، ما علاقة هذا الفيروس أيضا بارتفاع نسب الرطوبة. المتوقع هذا الارتفاع في الحرارة متوقع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال الفترات القادمة، الأيام القادمة، الأشهر القادمة، سيما وأن النصف الشمالي من الكرة الأرضية يدخل في 21 من آذار من كل عام مع الاعتدال الربيعي، حيث ترتفع الحرارة بشهر نهاية شهر آذار 3 وبداية شهر 4 نيسان أبريل بمقارنة مع فصل الشتاء البارد، ترتفع درجات حرارة بالنصف الشمالي من الكرة الأرضية، وعلى النقيض تبدأ بالانخفاض في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. نشرت عدة أبحاث أو دراسات بحثية خاصة بهذا الموضوع تحديدا بالصين بلد منشأ هذا الفيروس، لكن هذه الدراسات تعتبر في العلوم الطبية inconclusive أو غير قابل للاستنتاج البحث أو الاستنتاج العام، نظرا لضعف هذه الدراسات وانحصار مدتها وانحصار الأعداد الداخلة ضمن هذه الدراسات. لكن تشير هذه الدراسات الضعيفة كما تحدثنا إلى توقع انحسار فيروس كورونا حال إن ارتفاع درجات حرارة. ماذا يعني انحسار؟ هو تراجع تدريجي في هذا الفيروس، وليس قتل الفيروس وليس موت الفيروس كما قد يعرف أو يعلم البعض. هي توقعات بتراجع هذا الفيروس فور ارتفاع الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة. ماذا يحدث في الدول العربية؟ الدول العربية مع فصل الصيف يتوقع فيها ارتفاع الحرارة بشكل كبير، لكن هنالك بشكل عام انخفاض في نسب الرطوبة متوقع في فصل الصيف. فصل الصيف لا يزال بعيد، فصل الصيف يحدث فلكيا مع الثاني والعشرين من شهر 6 أو يونيو القادم، وبعد ذلك هو فصل الصيف، لكن البلاد العربية حاليا على موعد أو نصف الشمال الكرة الأرضية مع الاعتدال الربيعي. توقعاتنا بشكل عام خلال الفترة القادمة هي الاستمرار بتزايد فيروس كورونا في الدول العربية، كذلك حال في القارة الأوروبية، بالرغم من الارتفاع التدريجي والبسيط في الحارة، لأن الفيروس حاليا يعيش في فترة الذروة الخاصة بانتشار هذا الفيروس بشكل سريع، وبالتالي توقعات باستمرار ارتفاع نسب حدوث العدوى بهذا الفيروس خلال الأشهر القليلة القادمة، على الأقل في نهاية شهر آذار الحالي، شهر نيسان، أيضا شهر مايو أو شهر 5 على الأقل، في حين توقعات بحدوث انخفاض في هذا الفيروس أو فيروس كورونا أو كعائلة الكورونا بشكل عام مع مرور أشهر الصيف، لأن هذه الفيروسات هي فيروسات تنفسية تنشط ضمن درجات حرارة منخفضة، وبالتالي نشاطها في فصل الصيف أي شهر 7 8 9 أيضا شهر 10 يتناقص بشكل تدريجي وواسع وسريع، لكن ذلك بأشهر الصيف. حاليا الفيروس لا يزال في فترة نشاط ولا تزال درجات حرارة نوعا ما منخفضة خلال الشهرين القادمين، وبالتالي توقعات بالمزيد من الارتفاع بالعدوى ضمن هذا الفيروس في الدول العربية أو أوروبا على حد سواء، وبالتالي نحثكم على اتباع جميع وسائل التعقيم والنصائح الطبية الأولية التي قمنا باستعراضها مرارا وتكرارا. عافانا الله وإياكم من هذا الفيروس، وذلك خلال الفترة القادمة إن شاء الله.